هناك الملايين من عملية النقل التي تتم يومياً على كوكبنا، وحتى في أبعادها البعيدة يتم نقل المنتجات والملابس إلى المخازن والمتاجر والمواد المستخدمة في أعمال البناء، وكذلك نقل المواد الخام المختلفة من المصانع ومحطات الإنتاج. ونرى العديد من الشاحنات أكثر من مرة في اليوم. ولكن هل فكرت في حقيقة أن الأحمال المدرجة في هذه القائمة سوف تكون صغيرة جداً في الحجم أو كبيرة؟ أعتقد أنك ربما قد فكرت في ذلك، ولكن يبقى السؤال هو كيف ينقلون أشياء كبيرة من مكانها إلى مكان آخر، وعلى سبيل المثال القطارات أو اليخوت الضخمة وما إلى ذلك. وسأقوم اليوم بالإجابة على السؤال الذي سبق أن طرحناه في هذه القائمة المليئة بالأشياء الضخمة التي تم نقلها بطريقة لا تصدق. هذا المكوك الفضائي صمم وصنع من قبل وكالة ناسا في 1 أغسطس عام 1987، وبين مايو عام 1992 ويونيو عام 2011 قام المكوك الفضائي بما مجموعه 25 رحلة إلى الفضاء، وظل هناك لمدة تصل 299 يوما، وأجرى 4671 ثورة في جميع أنحاء الأرض، وقطع مسافة إجمالية تصل 198 مليون كيلومترا. وفي عام 2012 كان الناس الذين يعيشون في كاليفورنيا محظوظين لرؤية الرحلة الأخيرة لهذا المكوك الفضائي المذهل. وبعد 19 عاما من العمل توجه المكوك الفضائي لوجهته الأخيرة التي كانت مركز العلوم في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. كان يجب أن يتم نقل المكوك الفضائي مباشرة عبر شوارع المدينة أمام أعين الآلاف من المتفرجين، وكان على المكوك الفضائي تجاوز 19 كيلومترا من آخر رحلة يقوم بها، وكان من الضروري تحريكه بسرعة تصل 32 كيلومترا في الساعة. ولجعل ذلك ممكنا فإن السلطات المحلية اضطرت إلى قطع حوالي 400 شجرة. توربينات الرياح التي تحول الطاقة من تدفق الرياح أولا إلى طاقة ميكانيكية ومن ثم إلى طاقة كهربائية تحظى بجعبية متزايدة، وتختلف عن غيرها من حيث أنها لا تحتاج إلى المواد الخام في المقام الأول، وثانيا لا تترك بقايا نفايات. وبشكل عام فإن توربينة الرياح هي الطريقة المثالية لاستخراج الطاقة الكهربائية، ولكن هناك مشكلة كبيرة إلى حد ما، وهي أنه لا يمكن بناء توربينة الرياح في أي مكان، لأن هذه التوربينات تتطلب مستوى عال من الرياح سنويا كي تعمل. ولذلك فإن المسؤولون يبحثون عن أماكن مناسبة لفترة طويلة، ولكن للأسف غالبا ما تكون هذه الأماكن بعيدة عن الحضارة، مما يجعل نقل أجزاء توربينات الرياح أمرا صعبا للغاية. ولكن رغم ذلك يمكن تنفيذ هذه المهمة بنجاح تام. واحدة من أطول الشفرات في العالم يصل طولها 84 مترا ويصل وزنها حوالي 60 طنا. جعلت هذه الشاحنة تأخذ مساحة كبيرة على طريق تصل 218 كيلومترا، واضطر المهندسون لاتباع هذا المسار لمدة 9 أشهر لتأكد من أن الشاحنة يمكنها تجاوز جميع المنحنيات. حدث هذا العمل الشاق في الدنمارك عام 2016، وتم تركيب 3 من هذه الشفرات في توربينات الرياح الضخمة التي يصل قطرها الدوار 180 مترا. إنها منصة خاصة مصممة لاستخراج النفط الخام من حقل النفط جالوت، وبالمناسبة لقد تم تسمية المنطقة باسم الحقل نفسها. وربما كنت تعتقد في البداية أنها كانت عبارة عن منزل غريب فقط. لكي نكون صادقين فإننا نفهم ذلك جيدا، نظرا لأن منصة جالوت تزن 64 ألف طن، وقطرها له نفس حجم ملعب كرة القدم القياسي أي 107 أمتار، وارتفاعها من القاعدة إلى الشعلة يصل 170 مترا. والشيء الأكثر إثارة للدهشة في نظري هو أن المنصة بنيت في حوض بناء السفن في كوريا الجنوبية، وكان يجب نقلها إلى بحر بارانتس بالقرب من النرويج، ولذلك استغرق الأمر 60 يوما لتحريك هذه المنصة. وشملت العملية برمتها سفينة شحن ضخمة جدا، وهي الأكبر من نوعها، حيث تم تصميمها لنقل الحمولات الضخمة بوزن يصل 110 ألف طن. بكل صراحة لا يمكننا حتى أن نتخيل الضغوطات التي يواجهها الأشخاص المسؤولين عن نقل هذه المركبات الضخمة. لقد أطلق على يخت بيكين لقب العملاق الفضي لسبب أن طوله يصل 53 مترا وعرضه يصل 955 مترا. وفي وقت إطلاقه عام 2017 كان يعتبر أكبر يخت في العالم صنع من ألياف الكربون يصل وزنه 245 طنا. ومن المخيف حتى نتخيل كم يمكن أن يكلف مثل هذا اليخت، ومن المخيف أكثر أن نتخيل مدى تكلفة
ارتكاب خطأ واحد على الأقل أثناء عملية النقل الملحمية، ولكن لحسن الحظ لم تكن هناك أي حوادث أثناء هذه العملية، وتم توصيل اليخت بنجاح إلى حيث كان يجب أن يذهب. هنا أيضا لدينا منصتين ضخمتين أخريين كان يجب نقلهما إلى الماء، ويبدو أن الخدمة الأكثر تعقيدا وتتطلب الكثير من الجهد المبذول من قبل المسؤولين. وبشكل عام تتحرك منصات الحفر شبه الغاطسة بشكل متكرر، مما يجعل ذلك أمرا معروفا تماما. ونعني بذلك أن هناك العديد من آبار النفط في العالم بأسرها، ومن أجل استخراج النفط الخام يتم بناء مثل هذه المنصات الضخمة، حيث كان يجب نقلها ببطء وبصورة دقيقة إلى وجهتها الثانية. ولحسن الحظ تمكنت السفينة التي تم الاعتماد عليها في هذه المهمة من نقل منصتين في نفس الوقت لمسافة طويلة من البرازيل إلى سنغافورة. على الرغم من أن عملية نقل هذه المنصة قد تمت منذ وقت طويل في عام 1988، إلا أنني لم أستطع تجاوز عرضها في هذه القائمة، وذلك لأن ارتفاع منصة النفط التي يتم عرضها على شاشة الآن يصل إلى 416 مترا، وهذا الارتفاع يتجاوز ارتفاع تمثال الحرية وبرج إيفل معا، وتزن المنصة بأكملها 49 ألف طن. ومن الصعب التفكير في أهمية هذا المشروع، حيث كان يجب نقل المنصة عبر خليج المكسيك، وكانت الوجهة المختارة بعد ذلك هو حقل نفطي يقع على بعد 160 كيلومترا جنوب غرب نيو أوليونز بالولايات المتحدة الأمريكية. ووفقا لبعض المصادر، عندما تم تركيب منصة النفط هذه بارتفاعها الضخم، أنفقت الشركة المسؤولة حوالي 500 مليون دولار على جميع الأعمال. وكان سيكون من المثير للاهتمام أيضا معرفة مقدار الأموال التي تم إنفاقها على عملية النقل الملحمية. كانت هذه فقط بعض العناصر الضخمة والمهمة التي كان يجب على الأشخاص المسؤولين نقلهم من مكان إلى آخر.